مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من عمان. يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف الدكتور مروان المعشر أبو عمر. ومروان المعشر من الخصوبة في تجواله العديد في أفكاره أو مواقعه التي تولاها أو في أنماط تفكيره، ليس من السهل أن يقرأ في اتجاه واحد، بل إنه لابد أن يقرأ في أكثر من اتجاه، كونه ليبراليا كما أعتقد وربما لا يعتقد ذلك هو نفسه، وكونه أيضا قد تغير في مواقعه وليس في أفكاره، فقد بقيت الفكرة التي يحملها وهي فكرة المدنية في السلوك وفي العقيدة، والمدنية أرادها أن تكون ديمقراطية لأنه يريد أن يزاوج بين المفهومين، بين المدنية والديمقراطية. مروان المعشر بدأ طالبا في الهندسة الكهربائية، ثم تخصص في الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر. للذين لا يعرفونه، عمل في الظهران، ثم عمل في مواقع مختلفة في الوظيفة، ولكنه كان دائما، وقد أعتقد أنه درس الهندسة على كره لأن ذويه كانوا يريدونه لدراسة الهندسة والطب، وما لبث أن غير مساره في الوظيفة العامة وبدأ يهتم بقضايا الإعلام لأنه كان يكتب، ثم بالشأن العام، وقد جرى التقاط أفكاره وكان سهلا عليه أن يتبوأ مواقع عديدة في الإعلام، حيث أصبح وزيرا للإعلام ثم وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء أكثر من مرة. لا نريد أن ننفق وقت هذه الحلقة في التعريف بالدكتور المعشر، فحياته مليئة وخصبة، ولكننا نريد أن نتوقف في المحطات التي عمل فيها بجد وبعمق وبرؤية. أيضا كان قد عمل سفيرا للأردن في إسرائيل واطلع على المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وكان له أكثر من تقييم فيه. نريد أن نستفيد من خبرته في هذا المجال، وبالتالي أريد أن أسأله. أهلا فيك أولا دكتور. أهلا فيك. يا مرحبا. أريد أن أسألك في الحديث عن حل الدولتين، أنت تقول أن حل الدولتين انتهى، كيف؟ أريد أولا قبل أن أبدأ أخ سلطان أن أوجه تحية إلى الشعب الفلسطيني، وهذه مناسبة أن أتكلم مباشرة من خلال التلفزيون الرسمي الفلسطيني، وأحيي على صموده على أرضه، هذا الصمود الذي أصبح واضحا أنه بالرغم من كل تجاهل المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية اليوم، إلا أن الشعب الفلسطيني يصر على البقاء على أرضه وعلى تحقيق حقوقه، فتحية كبيرة أوجهها إليه. نعم، أنا أعتقد أن حل الدولتين انتهى، وأقول ذلك وأنا من عملوا على حل الدولتين. نعم. وكنت متحمس لفترة طويلة. نعم، ولا زلت متحمس إن كان حل الدولتين ممكنا. أنا المشكلة أنني لا أعتقد أنه أصبح ممكنا. لماذا؟ موقفي ضد حل الدولتين ليس موقف يعني مبدئي ضد الحل، لكن موقف عملي وبحثي ضد إمكانية هذا الحل. اليوم هناك حكومة إسرائيلية لا تريد أن يعني تسير في حل الدولتين، أصبح هذا الكلام واضح إن لم يكن واضحا من قبل. نعم. الحكومة الأمريكية، الإدارة الأمريكية، واضح تماما أنها منحازة اليوم بالكامل إلى الجانب الإسرائيلي. المجتمع الدولي لا يريد أن يأخذ زمام المبادرة بدون وجود قيادة أمريكية، والمجتمع العربي مشغول بأموره الداخلية ولا ينظر إلى القضية الفلسطينية كما كان ينظر إليها من قبل. إضافة إلى ذلك، هناك حقائق على الأرض. اليوم هناك 650 ألف على الأقل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما فيه حوالي 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية وحدها. مين اللي بده يطلعهم هدول؟ مين اللي بده يطلعهم؟ فلو افترضنا أن هناك إرادة سياسية وهي غير متوفرة لحل الدولتين، لا نستطيع تحقيقه على الأرض. ثم هناك حقائق جديدة المجتمع الفلسطيني يعرفها أكثر مني، وأنا أتابع المجتمع الفلسطيني عن كثب من خلال أعمال البحثية. نعم. الجيل الجديد في فلسطين لا يريد حل دولتين، ليس لأنه لا يؤمن بهذا الحل، بل لأن الحل المعروض عليه حل غير قابل للقبول. يعني حل بدون القدس الشرقية،
بدون غور الأردن، بدون الأراضي التي يعني لا مكان للدولة، بدون حق العودة. نعم. يعني هذا حل غير مقبول. نعم. للجيل الجديد، ولذلك الجيل الجديد الفلسطيني بدأ بتحويل جهوده من التركيز على شكل الدولة إلى التركيز على الحقوق المدنية للفلسطينيين، على رفع كلفة الاحتلال، على دعم المقاطعة، مبادرة البي دي اس وغير ذلك من الأمور التي يعتقد أنه يريد أن يحصل على حقوق المدنية والسياسية، ومن ثم يترك موضوع شكل الحل إلى المستقبل. يعني أنت تلتقي في هذا مع الرافضين؟ الجبهة الشعبية كانت تقول اتركوا الأمر وهكذا، لا داعي لقبول المشاريع المطروحة. يعني أنت الآن نتاج لأن حل الدولتين أصبح غير ممكن التطبيق، تريد أن تقول بحل آخر، لكنك لا تذكر إلا جزئيات منه. إلى أين سيفضي؟ ما هو الحل الآخر؟ الحل الآخر هو دولة واحدة بحقوق متساوية، لكن إسرائيل تريد دولة أبارتايد في هذه الحالة، لا تعطيك الدولة مش التي على كيف. يعني ليس الدولة العلمانية التي مش على كيف تحدثت فيها فتح وقالت بدولة علمانية في 68 قبل أن طبعاً توافق على برنامج سيد الكريم مش على كيفها. طبعا إسرائيل لا تقبل بحل الدولة الواحدة بحقوق متساوية. طبعا إسرائيل تريد نظام عنصري أبارتهايد في يعني طبقتين من المواطنة. طبعا هي لا تريد مثل هذا الحل. متى انتهى حل الدولتين؟ لكن المستقبل واضح. إذا إسرائيل يعني ما طردت الفلسطينيين من أرضهم، وأنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تفعل ذلك، فالحل واضح. كل امرأة فلسطينية اليوم تنجب أربع، بالمعدل أربع فلسطينيين وفلسطينيات. يعني أنت تحيل الصراع إلى الزمن، مش إلى زمن اللي أحلته. مش لا يعني أحلته. بالتوصيل مش أنا اللي أحلته. إسرائيل التي أحلت حالت ذلك، المجتمع الدولي الذي أحال ذلك. إذا ما بدهم يقبلوا بحل الدولتين، المستقبل واضح. يعني أبو مازن يقول سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة. طبعا. يعني هو يرفض ذلك، لكن هو في هذه الدائرة. يعني هل تعتقد أن ما تفرضه إسرائيل الآن من معطيات جديدة سوف يذهب في نهاية الأمر إلى يعني إلى نفي السلطة، إلى حل السلطة، إلى تضييع هذه السلطة؟ لأن السلطة الآن يعني تعتمد على أوسلو، تعتمد على معطيات أوسلو، تعتمد على تأييد المجتمع الدولي. السلطة أداة وليست يعني نهاية. نعم. هي أداة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. إن كانت الدولة الفلسطينية لن تقوم وفق مقررات أوسلو، وفق حكومة إسرائيلية تقول لك صباحا مساء أنا لست مهتما بدولة فلسطينية على قياس الفلسطينيين، أنا بدي دولة فلسطينية على مقاس إسرائيل. فما معنى السلطة؟ يعني أبو مازن في النهاية إن بقيت الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وغيرها تصر على حلول لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، فأبو مازن ما عنده خيار إلا حل السلطة. أما أنا يعني لا أستطيع أن أتصور، لكن السلطة هي يعني وريثة منظمة التحرير، أو على الأقل تمثل جانب من تراث المنظمة والتراث الشعب الفلسطيني ونضالاته. يعني اختصر الآن كل ذلك في السلطة. منظمة التحرير كانت موجودة قبل الاحتلال وستبقى موجودة بعد، يعني قبل أوسلو وستبقى موجودة بعد أوسلو. السلطة خلقت من أجل هدف واحد، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة. طيب حل السلطة بدون بدائل سيكون مدمر، ألا تعتقد ذلك؟ يعني بدون أن تكون هناك معطيات بديلة، فإن حل السلطة سيترك فراغا مدمرا في الأراضي المحتلة، وأيضا سينعكس على الأردن. يعني أنا أريد أن أسألك، ماذا يعني حل السلطة بالنسبة للأمن الوطني الأردني؟ اليوم أنت تواجه مبادرة أمريكية تدعى بصفقة القرن، لا يستطيع أي زعيم فلسطيني ولا أي زعيم عربي ولا أي مسؤول أردني أن يقبل بهذا الحل. حل لا يتضمن القدس دون الشرقية. دون أن نعرف ما هي صفقة القرن، هو الملامح أصبحت واضحة. هي صحيح لم تعلن، لكن ملامحها أصبحت واضحة. اليوم الإدارة الأمريكية تتكلم عن القدس عاصمة لإسرائيل. اليوم تتكلم عن حل الأنروا. اليوم تتكلم عن حل لا يتضمن حق اللاجئين ولو بصورة صورية حتى. يعني كله يصب في تصفية. اليوم يتكلم عن حل بدون غور الأردن.
اليوم تتكلم عن حل يصر على يهودية الدولة. شو هالحل هذا؟ يعني يعني لا يلبي أي حدود دنيا فلسطينية. لكن هذه إسرائيل التي وقعنا معها اتفاقية السلام في وادي عرب ووقعنا معها اتفاق أوسلو، هل تغيرت إسرائيل؟ أنت في إحدى المقولات قلت هذه إسرائيل أخرى. لا أنا ما قلت هذا حرف على لساني. أنا قلت أن إسرائيل جاء إليها مليون مهاجر روسي من المتطرفين. نعم. مش معناته تغيرت إسرائيل من معنى أنها كانت تريد حل. لكن هل إسرائيل رابين هي إسرائيل نتنياهو؟ أكيد ليست كذلك، ولكن من جهة أخرى أيضا المستوطنات لم تتوقف لا في عهد رابين ولا في عهد نتنياهو. فالموضوع إحنا جربنا، إحنا مش في الأردن، يعني إحنا المجتمع الدولي، المجتمع العربي، مبادرة السلام العربية جاءت كمحاولة أخيرة لتحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. لكن يعني لا المجتمع الدولي يعني ساعدنا في ذلك، نعم، ولا إسرائيل قبلت بهذا الحياة. طيب هل الموقف الذي تعكسه إدارة ترامب الآن هو نفس الموقف الذي كانت فيه الإدارات الأمريكية لكن تلك كانت تخفي وهذه تعلن مباشرة؟ لا أم أعتقد أن من الجائر أن نقول ذلك. يعني أنت خود كلينتون الذي كان يعني منحازا إلى إسرائيل بشكل كبير جدا، ربما من أكثر الرؤساء الأمريكيين الذين جاءوا وكانوا منحازين إلى إسرائيل. إنما كلينتون يعني جرب المبادئ كلينتون اللي كانت في آخر الألفين، جربت بشكل أو بآخر. وحتى أوباما يعني أوباما للأمانة ما جرب كثير. أنا أعتقد أنه كان وزير خارجيته هو المهتم ولم يكن هو مهتما كثيرا. إنما كلينتون يعني وضع كل نفوذه وكل جهوده في سبيل حل القضية الفلسطينية. طبعا نختلف ونتفق على المبادئ، لكن بشكل عام كان يتحدث عن دولة فلسطينية على حدود 67 بشكل عام، مع تبادل يعني للأراضي متساوي وحل القدس الشرقية. لم يستطع عرفات أن يقبل به، وهو كان حل يعيد كل القدس الشرقية خارج السور إلى الفلسطينيين، وكل القدس الشرقية داخل السور باستثناء الحي اليهودي و12 بيت أرمني يطلوا على الحي اليهودي إلى الفلسطينيين. ولم يستطع عرفات أن يقبل بذلك لأنه موضوع السيادة يعني لم يحسم تماما، باعتبار أن السيادة على القدس الشرقية على المقدسات تحت الأرض بقيت في يد إسرائيل. فكيف يمكن لنا الآن أن نقبل بحل؟ طب ما الذي تغير؟ يعني ما الذي تغير؟ هل هو الضعف الفلسطيني؟ هل هو الضعف العربي أدى؟ هل هو الـ يعني الـ القدرات الإسرائيلية والصهيونية؟ هل يعني لماذا تنحاز الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل الأرعن إذا جاز لي أن أعبر، وأن تدير ظهرها لكل سياساتها التقليدية إذا جاز أيضا التعبير إن كان لديها سياسات تقليدية؟ أوسلو ارتكبت خطأ فادحا، نعم، وهو أنها لم تصر على تجميد المستوطنات. عدم تجميد المستوطنات نقلنا من حالة كان فيها عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 93 عند توقيع أوسلو 250 ألف مستوطن، اليوم عدد المستوطنين 650 ألف مستوطن. يعني أنت ضد أوسلو ولا هذا نقد عليها؟ هذا نقد عليها طبعا. لكن لست ضد فكرة أوسلو. أنا لا أقرر ما يريد الجانب الفلسطيني. هذا الموضوع موضوع فلسطين. لا أستطيع أنا من الخارج أن أقول والله بيطلع لكم تعملوا هيك. ما كان عندهم بدائل. وما بيطلع لكم. هذه البدائل اللي كانت متاحة لهم. لكن النظر الآن يعني بعد 25 سنة من أوسلو، لما ننظر لأوسلو شو كان أوسلو تتكلم؟ أوسلو كانت تقول خلونا نأجل مواضيع القضايا الوضع النهائي إلى المستقبل. لكن مين هذا؟ وين هذا المستقبل؟ 5 سنين. يعني كان من المفترض خلال 5 سنوات أن يتم التفاوض حول كافة هذه القضايا. فقال الجانب الفلسطيني في حينه يا عمي بنستنى 5 سنين، مش قضية كبيرة إذا يعني تم في آخر الـ5 سنين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. هل كان لدى الجانب الفلسطيني أوراق ضغط
للخروج من السنوات الخمس بحسم مثلا؟ لا يعني أوراق ضغط الجانب الفلسطيني والجانب العربي كان في الموقف. طب المبادرة العربية في 2002 في قمة بيروت لم يستطع العرب أن يفرضوها. صحيح. لم يستطع العرب أن يقولوا للرئيس عرفات المحاصر يحضر إلى بيروت لمناقشة. العرب يعني خرجوا بالمبادرة العربية لكن ما كان عندهم الأدوات التي تتيح ترجمة هذه المبادرة إلى حلول. الإدارة الأمريكية في حين إدارة جورج بوش ما كانتش مهتمة بالقضية الفلسطينية. كانت لكنها مهتمة قالت بحال قالت بالدولة الفلسطينية. وإحنا اشتغلنا في زمن وزارة خارجية. نعم. أنا من الناس الذين أقنعوا الإدارة الأمريكية بوجوب وجود خطة عمل سميناها خارطة الطريق. نعم. مدتها 3 سنوات. نعم. بعد 3 سنوات ينتهي الاحتلال الإسرائيلي. لكن لا الإدارة الأمريكية كانت جادة في تطبيق هذه الخطة ولا إسرائيل أصلا قبلت الخطة. قبلتها إذا تذكر مع 14 تحفظ. نعم. وأن تبدأ بالأمن. أي خطة تقبل مع 14 تحفظ. نعم. فمن الواضح أن إسرائيل لم تكن جادة في هذا الموضوع. والجانب العربي اكتفى بالخروج بالمبادرة ولم يعمل شيء من أجل. نعم. يعني تحقيق أو فرض أو تحقيقها على الأرض. اليوم إحنا يعني بعيدين جدا عن المبادرة العربية. المبادرة العربية طلعت بال2002. اليوم احنا بال2018 16 سنة الدنيا وفي حال تغير. أسوأ وليس في حال أحسن. أسوأ نحن يعني أبعد عن مضامينها. طيب في تصورك الآن يعني هل أصبح الوضع العربي يعني بعيدا عن مناصرة القضية الفلسطينية؟ هل أصبح إضافة سلبية في بعض سلوكيات بعض أنظمته مثلا خاصة؟ نعم. بعض أنظمته تريد استبدال القيادة الفلسطينية. يعني هل يريد قيادة على يسار القيادة الفلسطينية مثلا؟ هل منطلقين من مبدأ المقاومة الاحتلال؟ أم كيف تقرأ هذه المحاولة لاستبدال القيادة الفلسطينية؟ الوضع العربي يعني في حالة سيئة للغاية لعدة أسباب. أولا طبعا الربيع العربي الذي أنا يعني أعتقد أنه كان من الضروري أن يحدث لأن الوضع القديم لم يكن قابلا للاستمرار. إحنا كنا نعيش في منطقة سلطوية لا مجال فيها إلا للحديث عن حوكمة رشيدة وللحديث عن أنظمة تحترم إرادات شعوبها. ما كانش هذا الكلام موجود فوصلنا إلى الربيع العربي. اليوم الأنظمة العربية مشغولة بأمورها الداخلية وياريتها مشغولة بالانتقال من أنظمة سلطوية إلى أنظمة يعني حوكمة رشيدة. لا هي مشغولة بمزيد من القمع حتى لا يتكرر ما حدث في الربيع العربي. لكن بسبب هذا الانشغال هي لم تعد يعني تعطي القضية الفلسطينية الوزن الذي يستحق. هذا واضح. وتضغط على القيادة وتمارس الضغط أيضا على هذه القيادة. لماذا؟ ليست هناك زعامات عربية يا سيدي تستطيع أن يعني تفرض إرادة عربية موحدة. نعم. إحنا لما خرجنا بالمبادرة السلام العربية كان في زعامة سعودية فرضت هذه الإرادة الموحدة. يعني كنت وزير خارجية. نعم. ويعني لدي كثير من التفاصيل كيف تم الاتفاق على المبادرة العربية. الدور الذي لعبه في حينه سمو الأمير عبد الله كان ولي للعهد قبل أن يصبح ملكا بعد ذلك بسنوات. اليوم من هو الزعيم العربي الذي يستطيع أن يجمع كل الدول العربية ويقوم بمثل هذه المبادرة؟ ما جمعته المملكة العربية السعودية خلف إدارة ترامب. الآن إحنا نسمع عن مبادرة مش مبادرة نسمع عن تحركات سعودية. نعم. لفرض حل معين على القيادة الفلسطينية. أولا أنا ليست لدي أي معلومات في هذا الصدد. طبعا أنا خارج الحكومة وليست لدي معلومات. بس أنا بدي أعطيك من باب التحليل. من باب التحليل. أنا لا أستطيع أن أتصور سيناريو تقوم فيه القيادة السعودية أولا بالحديث عن حل لا يتضمن القدس الشرقي. نعم. وهي زعيمة العالم العربي والإسلامي لا تستطيع أن تتكلم عن أي حل من هذا القبيل. أنا لا أستطيع أن أتصور سيناريو تقوم فيه القيادة الفلسطينية أي قيادة فلسطينية بقبول حل بدون القدس الشرقي. يعني لن يقبل بهذا الحل فلسطيني واحد.
أنا لا أستطيع أن أتصور سيناريو يقوم فيه الأردن مثلا أو السعودية أو مصر أو أي دولة عربية أخرى ويقول الفلسطينيين لم يقبلوا بالحل إنما نحن نقبل به. فكل هذا الكلام يعني اليمين الإسرائيلي بيحاول يخلي العرب أداة ضغط للحل معهم يعني مع هذا الكلام كلام اليمين الإسرائيلي بأن التحالف الموجود حاليا مع بعض الدول العربية بسبب إيران يستطيع أن ينسحب على القضية الفلسطينية برأيي وهم هذا الكلام. لن يستطيع أي زعيم فلسطيني أن يخرج على شعبه ويقول والله علينا ضغوطات كبيرة عربية وأمريكية وتبعا لذلك. لا هي بتقول علينا ضغوطات عربية كثيرة وأمريكية لكننا نرفض أي ضغوطات لكننا نرفض. لن يستطيع أن يقبل بمثل هذا الحل. وإذا لم يقبل الفلسطينيين بهذا الحل فلا أستطيع أن أتصور سيناريو يقبل فيه أي دولة عربية أخرى. لذلك موضوع ننسى موضوع أنه سيفرض حل بدون القدس الشرقي. أنا لا أعتقد أن ذلك ممكنا بأي صورة من الصور. وإذا لم تستطع إسرائيل اليمين الإسرائيلي أن يفرض حلا لا بقدراتها ولا بمناصرة الولايات المتحدة ولا بمساعدة بعض الأنظمة العربية ما الذي سيحدث؟ يعني هل ستقوم إسرائيل السيناريو بالفرض مباشرة؟ لا السيناريو الذي أراه أنا أن القيادة الفلسطينية يعني يتم وضعها في وضع لن تستطيع أن تفعل شيئا إلا تسليم مفاتيح الاحتلال مفاتيح الضفة الغربية وغزة للاحتلال الإسرائيلي. طب ماذا يعني هل لدى الاحتلال بدائل؟ لا ما عندهش بدائل الآن الاحتلال نظام الكنتونات الاحتلال الآن سيقوم بمحاولة الخروج ببدائل كلها تساعد الجانب الإسرائيلي وليست في صالح الجانب الفلسطيني. سواء الحديث عن كنتونات سواء الحديث عن انسحاب أحادي الجانب إلى ما خارج السور سواء الحديث عن يتم الحديث الآن عن الطلب من الأردن ومصر يعني فرض نوع من الوصاية الإدارية. إلى أي درجة يستطيع الأردن أن يقاوم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية في أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية بأن يلعب دور جديد وظيفي في عملية الحاق أو عملية ليس هناك مكون في المجتمع الأردني يريد ذلك. نعم. لا من أصل يعني شرق أردني ولا من أصل فلسطيني ولا حتى النظام معني ليس هناك من أحد في الأردن له مصلحة في أن يتم فرض وصاية إدارية على الضفة الغربية. ولذلك هذا الكلام مرة أخرى وهم إسرائيلي لن يتم تحقيق هذا الكلام. ما مارسته إسرائيل لا تعتقد أنه ضغط حادث السفارة محاولة عقد مؤتمرات ما اسمته بالمعارضة يعني لماذا إسرائيل والأردن يعني أريد أن أقول بسلام لا أريد أن أقول ساكن بارد والأردن حافظ إلى حد كبير على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لماذا هذا العمل الضاغط من جانب إسرائيل في أكثر من مناسبة للمشاهد العادي حتى لرجل الشارع ما الذي تريده إسرائيل؟ أنا خوفي وأنت كنت طبعا سفير على دراية ومعنى أنا خوفي أن الجانب الإسرائيلي يريد حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن. كيف؟ يعني إذا هو لا يريد دولة فلسطينية معنى الدولة الفلسطينية أنه يتخلص من وجهة نظره من ملايين ملايين من الفلسطينيين بيعطيهم دولة وبيقول خلاص أنا الآن دولة يهودية مثلا. إذا لا يريد دولة فلسطينية ما الحل بالنسبة له؟ الحل هو أن يعني يأتي ببدائل في صالحه. من هذه البدائل محاولة فرض وصاية إدارية من الجانب الأردني، من هذه البدائل محاولة تهجير الفلسطينيين إما قسرا أو عن طريق يعني وضع مصاعب معيشية لهم تجعل من الصعب أو المستحيل البقاء في الضفة الغربية. سيحاول من هذه المحاولات. طب ألا تدرك سلطات الاحتلال أن هذا يعني شبه مستحيل؟ لا أريد أن أقول مستحيل. أنا ألا أعرف أنها تدرك ذلك. طب لماذا تفعل؟ أنا لا أعرف أنها تدرك شيئا ذلك لأن كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أنهم يعني لا بدهم الدولة الفلسطينية ولا بدهم الحقوق المتساوية. كيف يمكن لهم تحقيق يعني ذلك؟ بدهم الحالة الراهنة تأبيد الحالة الراهنة نعم بدهم تخليد الحالة الراهنة.
بدون أن والحالة الراهنة دير بالك صعب، دير بالك الحالة الراهنة ما عليهمش كلفة فيها. نعم يعني حكى الرئيس أبو مازن أبدا الاحتلال ما بيكلفهم سلطة شيء. بلا سلطة واحتلال بلا كلفة. بالعكس الاحتلال ربما إنه بيجيب لهم فلوس. الاتحاد الأوروبي بيصرف على الاحتلال وموازنة السلطة بتروح للتعليم. فلذلك أنا مع ما يقوم به المجتمع الفلسطيني اليوم من رفع كلفة الاحتلال، من أخذ إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، من طيب هذا يجعلني أسألك سؤال. وأنت وزير للخارجية سابق ودبلوماسي وسفير في إسرائيل، كيف بتقيم الجهود السياسية الفلسطينية، الجهود السياسية والدبلوماسية في هذا الاختراق الكبير؟ يعني الحالة الفلسطينية تمشي على قدم واحدة، قدم العمل السياسي الدبلوماسي، المقاومة الشعبية السلمية فقط، لأن الرئيس أبو مازن لا يؤمن لا بكفاح مسلح في هذه المرحلة ولا بعنف، وإنما يؤمن بالعمل السياسي والدبلوماسي، وهناك اختراقات كبيرة في هذا المجال، وأنت دبلوماسي وسياسي، كيف تقرأ هذا الجهد؟ يعني هل أنت مع هذا؟ هل هذا بديل كافي مثلا؟ سيدي إحنا في العالم العربي يعني متعودين نظل نحكي للناس يا أخي مكان الموقف الفلسطيني كذا قبل 20 سنة، ليش تغير اليوم؟ مكان الموقف الأردني كذا قبل 20 سنة، ليش تغير اليوم؟ فيش مواقف ثابتة في السياسة. السياسة فن الممكن، أنت بدك تطلع على التطورات أنا كنت من أنصار حل الدولتين في الماضي، اليوم لا أعتقد أن حل الدولتين ممكن. مش معناته الواحد بغير مبادئه، معناته بتطلع على التطورات وبتعامل معها. أبو مازن في وضع صعب. أبو مازن ليس له غطاء عربي اليوم، كان له غطاء عربي اليوم الغطاء العربي مفقود، كان له غطاء دولي اليوم الغطاء الدولي ضعيف جدا، كان له نوع من الاتصال مش هو يعني شخصيا، أنا بتكلم عن القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية اليوم، هذا الكلام انتهى، لكنه عم بحقق أهداف المجتمع الدولي ومنظمات. أنا أعتقد أن الأمور تسير من حالها لحالها باتجاه كما قلت رفع كلفة الاحتلال، لأنه ما عندناش خيارات أخرى. ارفع كلفة الاحتلال، جرب خود إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية، ادعم البي دي اس، وهذا ما يدعو لي، هو يدعو لمقاومة شعبية سلمية في ضد الجدار ضد الاستيطان وبهذه الأشكال العديدة. طيب السعي في أوروبا، يعني الخطاب الفلسطيني السياسي أصبح مقبولا، يصفق له في الأمم المتحدة، يحصد تأييد واسع، يحرج الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، يعني يكاد ممارسة القيادة الفلسطينية تكاد تعزل الموقف الأمريكي أو حتى الإسرائيلي في المحافل الدولية الأخرى، كيف تقيم انت المشكلة؟ يعني المشكلة أنه اليوم إحنا بغض النظر عن الموقف الأمريكي كان في موقف أمريكي معين أيام كلينتون، وكان موقف أمريكي معين أمام بوش، وكان موقف أمريكي أمام أوباما، وكان موقف أمريكي أمام ترامب، وكل هذه كانت مواقف مختلفة، ولكنها في نهاية المطاف لم تحقق الانسحاب الإسرائيلي ولم تحقق الدولة الفلسطينية. والضغط الدولي لم يكن كافيا. شوف الضغط، أنا اشتغلت وزير خارجية ورأيت ذلك تماما، المجتمع الدولي ليس مستعدا للقيام بمبادرة دون وجود الإدارة الأمريكية. هكذا المجتمع. طيب يعني إذا مجتمع ضعيف في إذن هذا يعني الموضوع. موقف الرئيس عندما قال أن الولايات المتحدة ليست مؤهلة لأن تكون وسيطا نزيها في عملية سلام، يعني طيب أنت معه، لكن أليس هذا صعود على الشجرة؟ طيب ماذا سيعمل؟ ما عنده خيارات. طب أنت عندك موقف أمريكي منحاز. طب يسعى من خلال تجميع موقف دولي، روسيا الصين الاتحاد الأوروبي، يشتغل موقف الدولي، لكن أنا من وجهة نظري لا ينجح هذا. مش قضية بس لا ينجح، أنا من وجهة نظري الشغل الحقيقي بده يتم داخل الأراضي الفلسطينية مش خارجها. تحسين الجبهة الداخلية الفلسطينية. طيب تحسين الجبهة الداخلية، دعنا نتوقف هنا حول الانقسام ومخاطره وآلامه، يعني في مبادرات فلسطينية كثيرة من القيادة باتجاه، لكن يبدو أن الطرف الآخر فيما أعتقد له امتدادات إقليمية تضغط، لأن الانقسام لم يكرسه الفلسطينيون ولم يرغبوه ولم يقبلوه، وإنما صحيح. كرسته قوى إقليمية ودولية، كرسته الولايات المتحدة لما أوباما كان يحذر من المصالحة. إذا عم نتكلم عن الانقسام بين فتح وحماس فهناك يعني دول إقليمية ودولية من الجهتين لا تريد لهذا الانقسام أن يلتئم، لكن مصلحة الفلسطينية، وأنا مرة أخرى أنا يعني بتكلم من الخارج ويمكن ما بطلع لي أتكلم أحكي بهذا الكلام،
لكن أنا كمراقب من الخارج أرى أن المصلحة الفلسطينية هي في يعني وأد هذا الانقسام. لكن هل القدرات الفلسطينية الذاتية كافية بأن تتغلب على هذا الأمر؟ الظروف يعني هل لا يريد الظروف الإقليمية والدولية تتطلب ذلك، والمجتمع الفلسطيني يعني يريد ذلك. إذا بتطلع على استطلاعات الرأي الفلسطينية، المجتمع الفلسطيني يريد أن تكون الأولوية في هذه المرحلة. والله في الانقسام بدك تسأل الناس المعنيين، مش أنا المعني. لا في كمراقب هذا يعني أين في عدة عوائق من الجانبين. عدة عوائق من الجانبين يعني، وفي ترسبات صارت، وفي يعني صار في نوع من العداء يعني ترسخ عبر من 2007 على الأقل حتى اليوم. دعنا نعود، أنت كنت ممن قيموا إدارة ترامب بتحفظ شديد ونقد منذ أن جاءت، حتى في زمن وهم يتكلموا عن إمكانية أن ينجح. لماذا يعني، وكيف تقيم هذه الإدارة الآن؟ يعني نبوءتك أو تحليلك، هل اعتقدت أنه كان صائبا وأن هذه الإدارة أفضت إلى تدمير كل الفرص القائمة للسلام وغيره؟ كل ما تكلمت عنه يصبح واقعا اليوم. واقع الأمر بغض النظر عن إحنا اتفاقنا أو اختلافنا مع الإدارات الأمريكية الماضية، كان هناك عملية اتخاذ قرار. يعني في عملية بتمر بمراحل معينة، وزارة الخارجية تقدم تقارير، وزارة الدفاع تقدم تقارير، المخابرات CIA بتقدم تقارير يتم فلترتها ودراستها في مجلس الأمن القومي، ومن ثم الخروج بموقف موحد. طب من يصنع يعرض على يعرض على الرئيس الأمريكي، ومن ثم يتخذ الرئيس الأمريكي القرار. اليوم كيف يتخذ القرار؟ أين الدولة العميقة؟ يعني اليوم الرئيس ببعث تويت على الساعة 3 الصبح، وبعدين كل الإدارات الأمريكية تاني يوم بتلحق هالتويت مشان تبرره وتخرج منه بموقف. هذا واحد يعني، هذه عملية يعني صنع القرار. يعني لهذه الدرجة وصل صنع القرار؟ نعم لهذه الدرجة. طب لازم تقول للنظام العربي الذي يركن إلى الوسادة الأمريكية أن هناك خطر في القرار الأمريكي. والله أنا شخصيا قلت هذا الكلام، أنا قلت هذا الكلام مرارا. الموضوع الثاني يا سيدي، أنه الرئيس الأمريكي في الموضوع الفلسطيني انحيازه إلى إسرائيل، هو ونائبه اللي هو من المسيحيين المتصهينين المتشددين، يعني انحياز شبه كامل. ما بدي أقول لك بديش أكون دبلوماسي كامل لإسرائيل. إذن أمنيات أن يتغير ترامب لن يفضي إلى خير إذا جاء الآن. إحنا ما بنعرف بيظله ترامب أو ما بيظل، بس الوضع ما عاد يتحمل ننتظر أكثر من ذلك. يعني خلص الحقائق على الأرض واضحة، سواء تغير ترامب أو لم يتغير. إنما ترامب يحاول. طيب كيف يمكن الرد على هذه الإدارة يعني التي تمعن في إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية؟ الرد هو وأيضا في الاستخفاف العربي، يعني القدس عاصمة لإسرائيل. الرفض بموقف عربي موحد. طب أين هو الموقف العربي؟ يخرج ضد صفقة القرار. أنت بتحكي لي عن كيفية الرد كما أراه، أما هل سيتحقق ذلك شيء ثاني؟ طب ما النظام العربي يركض باتجاه الاحتماء للولايات المتحدة. لذلك تحسين الجبهة الداخلية الفلسطينية أفضل الحلول، لأنه هذه في يد الفلسطينيين. ربما لا يكون في يد الفلسطينيين الخروج. هل بيد الفلسطينيين أوراق في اعتقادك يمكن أن يلعبوها لتمكين وضعهم؟ صمود على الأرض. صمود يحتاج إلى إسناد. بده إسناد صحيح، لكن الفلسطينيين. طب كيف تشوف الصورة العربية في الفلسطينيين؟ أثبتوا أنه في كل يعني المراحل الصعبة اللي مروا فيها صامدين على أرضهم. نعم. ما تركوش، ما عملوش زي 48. موضوع 48 انتهى. انه يطلعوا من ارضهم، وانه يعني يعتمدوا على الجانب العربي حتى يحرر فلسطين انتهى. واليوم الفلسطيني والفلسطينية يدركون ذلك تماما وموجودين على ارضهم. طيب يعني انت الان دعنا نخفف عليك وطأة الاجابات السياسية في الموضوع الفلسطيني، ونتكلم عن خلاصة ما اردت ان تقول انت كشخص لمجتمعك وللناس. انت دعوت يعني قرأت الخارطة الأردنية، الأحزاب، القوى السياسية، الوضع الراهن، ورأيت أنه لا بد من الخروج بشيء ثالث جديد، لا يمين ولا يسار ولا قومية ولا يسار ولا إسلامي. وقلت بالتحالف المدني. ماذا تقصد بالتحالف المدني على المستوى الأردني؟ شوف الأيديولوجيات في العالم العربي كما في الأردن يعني في طريقة إلى الأفول برأيي. نعم. كان عندنا أيديولوجية قومية، ها تقول ناصرية بعثية إلى آخر ذلك.
لم تنجح لا في تحرير فلسطين ولا في تحقيق التنمية. نعم. هذا الكلام دي يجيب لي وجع رأس، أنا ما عندي مشكلة. لا هذا واقع. ما عندي مشكلة، هذا واقع. واقع. والأيديولوجية الإسلامية قالت أن الإسلام هو الحل، ثم لم يعني ترينا كيف الإسلام هو الحل. وأكلنا نتائج التطرف. وكيف يترجم هذا الكلام إلى خلق وظائف وإلى مجتمع أكثر يعني استقرارا وانفتاحا من الموضوع من الناحية السياسية والاقتصادية. يعني تريد اليوم الجيل الجديد يريد الجيل الجديد يريد شيء آخر مختلف، يريد طريق ثالث. نعم. طريق الثالث أولا برامجي في معظمه يركز على المواضيع الاقتصادية والسياسية ولكن الاقتصادية الاجتماعية، ولكن يركز أيضا على سيادة القانون وخلق المؤسسات. إحنا مشكلتنا في العالم العربي إنه بلشنا في أمور ولم ننتبه إلى الأمور الداخلية، لا خلقنا مؤسسات حقيقية، خلقنا مؤسسات صورية كلها، طب ولم نحقق التنمية. فاليوم في فراغ يستطيع أن يملأه من يكون جادا في موضوع خلق المؤسسات، سيادة القانون، عدم تحقيق التوازن بين السلطات وعدم تغول واحدة على أخرى، برنامج اقتصادي اجتماعي يعالج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، ومن ثم مواطنة متساوية لكافة من يحمل الجنسية الأردنية. طيب لكنك حاولت أنت في مظلة ملكية أنيط بك الأجندة الوطنية وأنجزت، يعني الروشيتة كتبت من أجل وصف الدواء للمريض. نعم. لكن هذه الروشيتة وضعت في الدرج. تمام. وأنت غادرت. يعني طيب يعني لماذا تحاول مرة أخرى إذا كنت في مظلة ملكية أنيط بك الأجندة الوطنية، وهذه الأجندة يعني فيها الكثير وكثير من المراقبين من داخل الأردن وخارجه يعجب بها، وكانت وصفة تشخيصية دقيقة للأمراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ثم جاءت الأوراق الملكية وأنت بجلت هذه الأوراق وأنت تعتبرها يعني مرجعية، إذا أنت لا تحب أيديولوجية يعني أو عقائدية لنهجك، وهذه الأوراق موجودة، لكن من يعرب الجملة الملكية؟ أنت تنيط بنفسك وبمجموعتك في التحالف التحالف الوطني، التحالف المدني، أنت تعتقد أنك تريد إعراب هذه الجملة الملكية، أو أنك تصنف نفسك معارضا لمن؟ يعني هل تقبل وصف المعارض؟ المعارضة ليست أولا يعني صفة سلبية، يعني هاي إحنا اخترعناها هاي في الأردن إنه المعارض سلبي. كل دول العالم فيها موالاة ومعارضة، وكل دول العالم لما معارضة وموالاة متحولة، لما تتحول لما بتكون الحكم تكون موالاة، ولما تطلع من الحكم تكون معارضة. فأنا يعني هذه وأكثر رجالات الدولة الأردنية بس يطلع من الحكم تصير معارضة متطرفة. هذه التسميات يعني تدل على ضحالة الثقافة السياسية لدى البعض من وجهة نظري. يعني أنت كوزير خارجية سابق وسفير لابد أنك مهموم بالعلاقات الأردنية العربية والمحيط العربي للأردن، الحصار، الحدود مغلقة مع سوريا، مع العراق، التوتر مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، المملكة العربية السعودية يعني ملتفتة لمصر ولمشاريعها الداخلية التطويرية الإصلاحية أكثر من الالتفات التي كانت تعطى للأردن في مساعدته. طيب يعني كيف يمكن فكفكت هذه التشنجات إذا جاز التعبير، أو فتح نوافذ أو بوابات جديدة لاستنشاق هواء الأردن محاصر؟ شوف الوضع العربي ليس في أحسن أحواله، لا نحتاج أن نقول أكثر من ذلك، والدول العربية كثيرة مش بس مشغولة في أوضاعها الداخلية تحاول إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، يعني تحاول إرجاع نفس الأنظمة التي كانت يعني ما تعلمت من الدرس، ما هي تعتبر الربيع العربي مؤامرة عليها بالضبط، وليس حاجة. يعني كل استطلاعات الرأي العربية تظهر أن الشعب العربي يقول التحدي الأكبر الذي لدينا هو موضوع السلطوية وموضوع الفساد. هذه التحديات الكبيرة في إحنا لا، الأنظمة العربية تقول لا، هذه مؤامرة غربية ويجب القضاء عليها والرجوع إلى الوراء. لن نرجع إلى الوراء، يعني التاريخ لا يرجع إلى الوراء. فأنا سيكون الثمن مكلف لكن لا عودة إلى الوراء، سيكون الثمن مكلف ومكلف جدا، واللي بده يظله متشبث بالامتيازات اللي كانت عنده قبل 2011 ويعتقد أنه من الإمكان استدامة هذه الامتيازات
سيفاجأ مفاجأة كبيرة جدا. هذا هم يعني مش كونزاليسا رايس اللي طربقت الوضع العربي يعني، وإنما الوضع العربي هو الذي هلأ كوندوليسا رايس والحرب على العراق لا شك أنها ساهمت في ذلك، بس ما نحط كل المسؤولية على الإدارة الأمريكية. نحن لم يعني صرفنا عقودا من الزمن دون الالتفات إلى موضوع بناء المؤسسة. ما كولن باول قال لهم التغيير من الداخل، صلحوا من الداخل، قالوا لا، الإصلاح يعني من الداخل يعني ضرورة قصوى وليس ترفا، والآن صارت ضرورة أكبر بانتهاء الحقبة النفطية. نعم. اليوم الحقبة النفطية أتاحت استدامة نظام اقتصادي غير منتج ونظام سياسي يعتمد على الامتيازات وليس على الكفاءة، واليوم عم ندفع الثمن. إحنا لا نستطيع اليوم دول ريعية، طبعا مش بس دول ريعية، اليوم إحنا اكتشفنا أنه خلاص السعودية مش راح تعطينا فلوس. نعم. ها؟ ما قال جلالة الملك خلاص على النفس، صار له سنتين ونص ما عطتناش ولا فلس لا استثماري ولا لدعم الموازنة. الاعتماد على النفس يعني النهوض، الاعتماد على الذات شقه مش بس اقتصادي. يعني ما مش معناته ترجمته انه انا بدي اعتمد على جيبتك يا مواطن، لا بدي اعتمد على صوتك كمان، بدي اياك تكون شريك معي، بدي اياك تكون شريك معي. اما اني اطلب منك بس تدفع لي واطلب منك تسكر ثمك، هذه معادله غير مستدامه. طب يعني هل هناك افق في تحسين اوضاعنا نتيجه تحسين العلاقات العربيه؟ يعني الافق باتجاه سوريا كيف ترى؟ يعني سوريا الى اين؟ يعني باختصار شديد العراق هل سيتغير الان في عهد العبادي؟ والله انا لا ارى دوله عربيه اليوم تعمل باتجاه التنمية المستدامة واحترام شعوبها إلا تونس. إذا بدك أحكيك بصريح العبارة، داخل الوضع لا أرى دولة طبعا، لأنه الثورة يعني والاحتجاجات وتغيير النظام لا يقود إلى استقرار وديمقراطية بين ليلة وضحاها. ما فيش هذا الكلام، الثورة الفرنسية شاهد، ما في، أخذت عقود من الزمن. لكن ما استطاع التونسيون والتونسيات تحقيقه، إنه يعني أنت ترى أن تونس نموذجا يمكن أن يحتذى بدون شك به. ليس يعني بدون شك. ليش؟ لأن القاعدة اللي بدأوا منها قاعدة صلبة، وهي الاتفاق على عقد اجتماعي جديد. عقد اجتماعي يحفظ حقوق كافة مكونات المجتمع، سواء كانت هذه المكونات دينية أم مدنية أم علمانية أو اللي بدك إياه. اليوم كل تونسي وتونسي بيعرف انه ما حدش بيتدخل بحياته الشخصية، وان حقوقه الفردية والجماعية محفوظة. مش معناته وصلوا لنهاية المطاف، لا، زي ما تفضلت في عندهم مشاكل اقتصادية كبيرة، بس بدون البدء بالاتفاق على عقد اجتماعي جديد لا تستطيع اي دولة النهوض بنفسها من اليوم فصاعدا. هذا هو المطلوب، مطلوب اردنيا كما هو مطلوب عربيا. طيب دكتور، احنا اثقلنا عليك، ومشاهدي الكرام في نهاية هذا الحوار الذي جلنا فيه في قضايا عديدة وفي محطات عديدة، أيضا في الموضوع الفلسطيني وفي الموضوع العربي والموضوع الأردني أيضا، والدور الدكتور مروان المعشر في سفارته في الولايات المتحدة، سفارته في إسرائيل، وأيضا وزيرا للخارجية أكثر من مرة ونائبا لرئيس الوزراء، كل هذه المحطات كان فيها حصاد. حاولنا قدر الإمكان أن نضيء هذه الجوانب وأن نستفيد منها في الإجابة على أسئلتنا. لا أملك إلا أن أشكر الدكتور مروان المعشر أبو عمر على هذه المساهمة وحديثه إلى تلفزيون فلسطين من خلال برنامج من عمان. أشكرك شكرا جزيلا، ومشاهدي الكرام، هذا سلطان الحطاب يحييكم، وإلى اللقاء. شكرا سيدي.